حيازة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية عند بعضهم دليل قوة وإثبات للذات. في فيرجينيا مثلا يعد بعض قاطنيها السلاح خطا أحمر لا تجوز المساومة عليه، بل وترفض قوانين تعديله كقانون ريد فلاج أو العلم الأحمر الذي يمنح المسؤولين سلطة مصادرة أسلحة الأفراد الذين يشكلون خطرا على أنفسهم أو على غيرهم. يحاول الديمقراطيون أخذ السلاح من الأهالي في الولاية، وفيرجينيا ولاية أمريكية بالكامل بتقاليدها كمطعم أبل باي ولعبة البيسبول والسلاح. ترخيص حيازة السلاح تعود لعام 1789 عندما أصدر الكونغرس ما يسمى بالتعديل الثاني، هو أحد التعديلات العشرة لدستور الحقوق الذي يجيز وجود قوات شعبية جيدة التنظيم لأغراض أمن الولايات الحرة. بحسب ذلك التعديل الدستوري فإن حمل السلاح يعد حقا للأفراد لا يجوز انتهاكه. أوافق على حق التعديل الثاني إلى حد معين وفقا للظروف والأمكنة، لأن الناس يحملون السلاح بفوضى. تختلف آراء سكان شمال الولاية عن جنوبها في هذه القضية، إذ يرفض سكان المدن شراء السلاح بينما يفضل قاطنو الريف ذلك. اختلاف حاضر في المحاكم الأمريكية أيضا. هناك بعض القضاة يترددون كثيرا بقبول شروط تقييد الأسلحة. بين مؤيد للتعديل الثاني ومعارض له، يحاول مرشح الرئاسة الأمريكية استمالة أصوات الناخبين في ولاية فيرجينيا من خلاله. ترامب يؤيد حمل السلاح، بل ويسعى جاهدا لعرقلة أي مشروع ضده. أما بايدن فيتجنب الخوض في تفاصيل الموضوع رغم مساعي الديمقراطيين منذ سنوات للحد من الانتشار العشوائي للأسلحة. محاولات الرئيس الأمريكي جذب مزيد من الناخبين عبر تأييده لحمل السلاح ربما تصطدم بقرارات المحاكم الأمريكية التي حكمت في أغلب القضايا لصالح تجديد الرقابة عليها، كما أن وسطية الديمقراطيين حيال هذا الأمر قد تفشل هذه المحاولات، إذ أنهم لا يعارضون فكرة حيازة الأسلحة كليا ويدعون لمراقبتها حماية للأمريكيين كما يقولون. وسام زين الدين، التلفزيون العربي، ولاية فيرجينيا.